في المسائية. ملك الأردن يتحدث عن نيتو شرق أوسطي بين دول متشابهة التفكير، أي موقع لإسرائيل فيه ومن المستهدف؟ قوى المقاومة تحذر من مخاطر أحلاف عسكرية هدفها دمج إسرائيل في المنطقة، فهل انكشف مسار التطبيع؟ ومن طهران، بوريل يعلن استئناف المفاوضات النووية ويؤكد أن لا أمن في المنطقة من دون إيران. في المسائية، طموحات الأحلاف العسكرية ومعادلات محور المقاومة. المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.